الوغ اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع تصحيح جديد كيف العاده. دونك اليوم ان شاء الله غادي نديرو التصحيح ديال الكونكور 2021 الخاص بماده الاس في تي والشعبه سي لا ديتيتيك اي اورتوفوني، يعني الحميه والتغذيه ومصحح النطق. سي بون. دونك بالنسبه لونشينمون اللي كنا درنا سكو غادي نصحو لي كونكور ديال 2023 ابري 22 ابري 21، مي ابري ما حطيت لكم هذوك لي فيديو بزاف ديال لي جون ولاو كيجيو عندي كيقول لي ريحه بعافك صحي معنا هاد لو كونكور، صحي معنا هاد لو كونكور راه ما كنلقاوش اكسيتيرا. دونك داكشي علاش انا قررت غادي نبدا ندير لي كونكور اللي كيطلبوا مني كثر. دونك دابا اذا كان عندكم في بالكم شي كونكور قولوا ليا سي افيك بليزير نخدموا اونصومبل، او ميم طون حاولوا انكم تقولوا لي لي كونكور اللي ما كتلقاوهم سور يوتيوب اولا اللي كتلقاو دي جون سور يوتيوب مصحينهم دايرين فيهم اخطاء، حيت انا ميمكنش ليا نبقى نشوف كاع دوك التصحيحات ونشوف شنو اللي كاين وشنو اللي ما كاينش. نتوما شوفوا لي كونكور اللي ما لقيتوهاش كتبوها ليا، اي او ميم طون اللي لقيتوها وبان لكم ولا ما اقتنعتوش بالاجوبه اللي كاينين تما قولوا ليا، اي اون فرا ان شاء الله لا كوريكسيون اونصومبل. سي بون. دونك اليوم كيف قلنا غادي نخدموا لا دييتيك اي لورتوفوني اي اون كومونس. واحد المعلومه عاوتاني بغيت نقولها لكم سي كو راه انت بقى تخدم اي كونكور قدامكم، ديما كنقولها لكم في لي ستوري في لي فيديو في لي ريلز سو انستغرام، اي كونكور لقيتيه كيخدم الماده ديالك خدمو، لانك انت او فينال باغي تجمع لي زانفورماسيون. حيت واش هاد الماده ديالك لي كونكور اللي كتخدموهم فيها واش غتلقاهم لي ميم غيتحطوا لك نهار لو كونكور؟ نو، انت خاصك تخدم بالعكس. انتوما دابا ملي غنخدموا لو كونكور غتشوف واحد الحاجه اخرى سي كو انت خاصك تبقى تخدم كونكورات ديال مواد اخر شعب اخرى، لان داكشي او فينال كيبقى غير التعاود. و اون فافوار ان شاء الله في هاد لو كونكور كو الا كنتو شفتو الفيديوهات اللي حطينا قبل ديال تصحيحات ديال 2023 و 2019 راه فاش غنخدموا لكم كتلقاو اغلبيه الاسئله كيتعاودوا، وهذه هي المزيه ديال انك تبقى تخدم بزاف ديال لي كونكور. دونك كتبدا تشوك لي زانفورماسيون غير كيتعاودوا، وميم طون انت كتجمع دي زانفورماسيون كي فا فو زيدي ان شاء الله نهار لو كونكور غتحس بداك الشيء غير كيتعاود، وانك عندك داك لابيتود وانك مولف لو سيستيم ديال لي كونكور اكسيتيرا، وما غتخاف ما غادي دهش. هادشي اللي كاين كيف قلت لكم ما تبقاوش تشوف لا انا باغي نتفال بوليفانون نبقى نخدم غير بوليفانون، راه اصلا داك الشيء اللي داز في بوليفانون راه ما غيتعاودش يتحط لك، بالعكس راه داك الشيء اللي تحط في شعب اخرين اللي هو اللي يقدر يتعاود يتحط لك. سي بون. دونك بحال هذا دييتيك اي لورتوفوني راه لجيتو تشوفوها، وهذه امتى تحط هذا لو كونكور سي 2021، راه منو هزو دي زانفورماسيون حطوهم في 2023. شفتو دونك الانسان يخدم دي كونكور من بلايص مختلفه ما حدهم كيهضروا على لي زفيتي اي كونكور تحط قدامي نخدمو. دونك سيتي جوست واحد المقدمه واحد لانترو باش ما تبقاوش تسولوني الناس باغيين يدفعوا البوليفالون كيقولوا لي رحاب عافاك حط لنا بوليفالون، واللي حطيتها خدمها نتايا حتى انت باغي تجمع غير دي زانفورماسيون اولا البلوك اوبيراتوار اولا دياليز اولا نيمبورت كو. دونك اون كومونس بار لا بروميير كيسيون. Les plantes vertes synthétisent la matière organique à partir. Donc toujours dans la matière organique, toujours on marque que les plantes fait l'AIM adore ou là où les plantes, donc je vous explique comme how le trajet la photosynthèse et les plantes chlorophylliennes, la constitution des lumes ou qu'on a dit nebza l'khadra, nebza l'khadra. اي او ميم طون لا فوتوسانتيز او العمليه التركيب الضوئي خصك تهضمها وتفهمها مزيان وتعرف لي زيتاب ديالها. دونك لي بلانت سينتيتيز دو لا ماتيغ اورغانيك ا بارتيغ دو كوا؟ تيغ دو لو اون سي تري بيان سو دونك سي فري. دي سيل مينيرو دونك سي فري. ديدروجين سي فو. ديوكسيد دو كربون او لا سي او دو دونك سي فري. دونك النبته كتحتاج الماء الاملاح المعدنيه لو ديوكسيد دو كربون ولا سي او دو باش كدير لا فوتوسانتيز ديالها كوم يلفو. السؤال الثاني، تستعمل النباتات الخضراء لتركيب الماده العضويه او لا؟ لي بلانت فيرت اتيليز لا ماتيغ اورغانيك بور سانتيتيزي لينيرجي فوتونيك لينيرجي سولير لينيرجي فوتونيكو سولير لينيرجي شيميك. تستعمل النباتات الخضراء لتركيب الماده العضويه الطاقه الضوئيه الطاقه الشمسيه الطاقه الضوئيه والطاقه الشمسيه الطاقه الكيميائيه. الوغ هنا الانسان يبقى يركز مزيان في لا ليكتور ديال لي كيسيون، وهذا الشيء راه كيطرى مي ديرنييرمون ما بقاش كيطرا هادشي بزاف. مي انت في لو كونكور علاش كنقول لكم قراو بالعربيه والفرونسي او ميم طون باش انت الا ما فهمتي شي حاجه كتعاود تزيد تفهمها. اي ثاني حاجه كيقدروا يكونوا دي ديفيرونس ما بين العربيه والفرونسي، حيت هما انا بكثرت ما خدمت لي كونكور وكثرت ما درت ليهم لي كوريكسيون، راه اللي كيحطوا الكونكور كيحطوا اعتمادا على الجهه ديال العربيه. دونك العربيه كتلقى فيها هذاك الشيء كوم يلفو، ولكن فاش كيجي يديروا يجيو يديروا الترجمه ف كيحطوا داك الشيء بحال كيديروا الترجمه الحرفيه ولا شي حاجه بحال هكا، ما كتعطيكش لو مو اكزاكت اولا الفهم اكزاكت ديال لا فراز. دونك داك الشيء علاش كنقول الناس ديال الفرونسي قراو العربيه اي ابري عاد دوزو لجهه الفرونسي. سي بون. دونك هنا راه دايرين خطا اصلا، كيفاش لي بلونت فيرت اتيليز لا ماتيغ اورغانيك بور سانتيتيزي؟ يعني اون اتيليز لا ماتيغ اورغانيك بور سانتيتيزي كوا؟
يعني هنا اصلا لي بلانط راه غادي سانتيتيزي ولا مشينا على هذا السؤال خاصهم يسانتيتيزيو الطاقه اللي غيحتاجوا ليها لي زاكتيفيتي ديالهم ولا كرواسونس ديالهم. سي بون ندوزو جيت العربيه. تستعملوا النباتات الخضراء لتركيب الماده العضويه، يعني هنا لا بالعكس قال لك باش يديروا لا ماتيا اورغانيك شنو كيستخدموا، يعني راه سي دي انتاغونيزم هنايا، هذاك الشيء متضاد. هنا سؤال وهنا سؤال، مي اون فا ايسايي دو ريبوندغ ا بارتي. قلت لكم هما راه كيعتمدوا على جيت العربيه حيت اللجنه اللي كتحط لو كونكور قراو قديم و جو بونس واقيلا قراو داكشي بالعربيه ولاو كيحطوا لي كونكور بحال هكا ما فهمتش ولا شنو هي الترجمه اللي ما عندها حتى شي معنى جو سي با. دونك ديما العربيه اعتمدوا على لا جهه العربيه. الوغ تستعملوا نباتات الخضراء لتركيب الماده العضويه، اش كتستعمل؟ حنا عارفين قلنا الطاقه الضوئيه، الطاقه الشمسيه، الطاقه الضوئيه او الطاقه الشمسيه، الطاقه الكيميائيه. الوغ بالنسبه للطاقه الكيميائيه سي فو، لان هاد تركيب الماده العضويه كيديروا تنتج هذه الماده العضويه كتنتجها باش انها في الاخير تحصل على طاقه كيميائيه اللي كتشكل لنا على شكل مثلا ATP عند الانسان وعند لي بلانط عندهم جي تي بي. الوغ هنا غادي نهضروا على الطاقه الضوئيه. ديما كنقول لكم انا لينيرجي فوتونيك، دابا في الفرونسي فوتونيك سي فري، ولكن الطاقه الضوئيه يعني ديما في العربيه كنقول لكم كلا ماشي اي ضوء، مي لينيرجي فوتونيك وي، لانهم كياخذوا دي فوتو من اشياء لي فوتون كيكونوا في لينيرجي سولير وهي كتخدم بهم لا بلانط. دونك غادي نديرو لينيرجي فوتونيك، غنديرو لينيرجي سولير. لينيرجي فوتونيك او سولير ما كاينش، و اصلا لينيرجي فوتونيك فيها لينيرجي سولير فيها لينيرجي فوتونيك سي بون. دونك لينيرجي شيميك قلنا نو، دونك لا بون ريبونس لي غنعتبرو سي كو ا اي بي. الوغ بالنسبه لا كيسيون 3، تلتقط النباتات الخضراء الطاقه الشمسيه بواسطه الخضور الاوراق. هما قالوا نورمالمون الخضور راه كيكون في الاوراق ديال النباتات اولا لي فولي ديال لي بلانط، مي هما قالك تلتقط النباتات الخضراء الطاقه الشمسيه بواسطه، يعني شنو هي الحاجه اللي كتلتقط هذيك؟ اما الاوراق راه غير لوكاليزاسيون ديال هذيك الحاجه اللي كتخليهم يلتقطوا الطاقه الشمسيه. دونك انا كنحاول نشرح لكم باش ما تبقاوش تلفوا. بالنسبه للخضور سي فري، الاوراق سي قلنا سي فو، الخلايا سي فو، صبغه خضراء غادي نقول لك نو، لان لي بلانط ماشي كي يوتيليزيو هذاك لو بيغمون فيغ، كاينين دوطرو بيغمون سي بون. دونك غادي نعتبرو كو الخضور هي اللي صحيحه، والخضور فيه بزاف ديال الانواع. بالنسبه لكيسيون 4، تحتوي النباتات الخضراء على عده انواع من الصبغيات الخضوريه قادره على امتصاص الضوء، وهي اولا لي بلانط فيرت كونتيان بلوزيور تيب دو كلوروفيل كابابل ادابسوربي لا لوميير ا سافوار، يعني شنو هما الحوايج اللي قادرين انهم يمتصوا لا لوميير. دونك عندنا الخضور ذو اللون الاخضر المصفر، كادو سي جوست دي انفورماسيون، ميمكنش تسنى نتا راسك غتجاوب الا ما كنتيش عارف لو كور اولا مقلب عليه اولا. ميمكنين دي جون لي مراجعين لو كور، ولكن كاين لي هاد الشيء ما غاديش يعاود يركز فيه من غير الناس اللي قراو اصلا لو كور. يعني مثلا فاش قريتو هاد لو كور في سيزيام، دونك سيزيام قراو لو كور مزيان كوم يلفو غيعرفو يجاوبو. سينو نتايا ما قريتيش هاد لو كور غير طليتي عليه طليله، راه غتكون ضربتي عليه طليله خفيفه. مي مزيان انك تبدا تخدم لي كونكور، من بعد هادشي غيعاونك تجمع دي زانفورماسيون. وجيتي دابا لهاد لا فيديو عندي كتشوف لا كوريكسيون، دونك غنعطيك لي زانفورماسيون اللي كاينين. دونك عندنا الخضور ذو اللون الاخضر المصفر، وي هذا نوع من انواع الخضور. الخضور ذو اللون الاخضر المزرق سي فغي، كاين اوسي الكزانتوفيلات مصفره ذات اللون الاصفر، اي كاين الجزارين ذو اللون البرتقالي. اي هادو كاملين دي تيب او الانواع ديال الكلوروفيل لي كابال دابسوربي لا لوميير، وكاينين شي وحدين اخرين كيتميزوا على وحدين اخرين نيت فيهم بدي زوتر كاباسيتي، مي نو هما قال لك قادر على امتصاص الضوء. دونك كاملين. اي ابري فاش غنصايب لا فيديو راه غندير لكم لي سكرين لي فيهم لي كلاريفيكاسيون اولا التعليل. يسمى الخضور ذو اللون الاخضر المصفر، دونك الاخضر المصفر سي سي الخضور بي. بالنسبه للخضور يعني لا لا ريبونس ا، دونك بالنسبه للخضور ذو اللون الازرق المزرق، الاخضر المزرق سي الخضور ا. دونك هادو سي جوج دي زانفورماسيون تا هما اللي ما كنتيش شايف راه ما غاديش تعرف. كاينين جوج الانواع ديال الخضور كيسميوهم ا اي بي، هادو انواع بوحدهم. دونك ال ا كيكون اخضر مزرق شويه مائل للزرق، اي الخضور ذو اللون زعما المصفر كيسميو الخضور بي. تعقلوا عليها مثلا هذاك الخضور بي جايه من بلو يعني زرق بلو، الخضور ا جايه من مزيان حتى شي بلاصه، دونك ما تعقلوش عليها. مي هنا كيف قلت ليهم في الانسولين والجليكاغون، الانسولين حيت بحال لي سيلول الفا لي سيلول بيتا دو لانغرهانس ولا دو لانجرهانس، شكون اللي كينتج الانسولين شكون اللي كينتج الجليكاغون؟ حنا بحال كنعكسو، حيت لي سيلول الفا كيبداو ب ا والانسولين حتى هي كتبدا ب ا، دونك راه ما يمكنش
بحال كنعكسوهم زعما اللي كيبدا بقى مع ا ما نجمعهمش مع بعضياتهم. دونك لي سيلول الفا غادي ينتجوا ليا الجلوكاغون، اي لي سيلول بيتا هما اللي غينتجوا ليا الانسولين. دونك لا ميم شوز، انا مثلا ليا خضور بي، دونك هذا سي المصفر حيت فيه بي بلو، يعني ما نعطيوش المزرق. المهم سي جوست دي زانفورماسيون كان باش تعقلوا عليها، ما عرفتو تحط لي ان هذا الشيء بان ليا بكثرت ما خدمت لي كونكور، بان لي كغي كيتعاود كيهزو دي زانفورماسيون من هنا كيحطوهم هنا. مثلا لي كونكور ديال 2019 كيقدروا يهزو منه باش يحطوا الكونكور ديال 2021، لو كونكور ديال 21 كيهزو منه باش كيحطوا 2023 وشوي. المهم كيبقاو يدوروا ليه لي كيسيون حيت الا جيتو تشوفوا افينال كو راه الباك راه محدود، فيه دروس محدوده، الا جلستي وتكونسونطريتي معاه راه قادر انك تساليهم وتضبط الامور ديالك. دونك واش هما غيختاروا لكم اسئله جايه من ما عرفت منين؟ ممكنش. دونك يحطوا لكم غير اسئله في لينيتي الخاصه بالاس في تي. دونك مي بارفوا كيزيدوا دي كيسيون اللي كيكونوا جداد، ولكن راه مره الاخرين الاغلبيه سي اسئله راكم عارفينها. دوك الاسئله جداد راه كتعلم ليهم بانك تبقى تخدم بزاف ديال لي كونكور وتجمع ثقافه عامه. سي بون. دونك شنو قلنا؟ تتكون المادة العضوية لكيستيون سيت من سكريات، دهنيات، بروتينات ولا بروتيدات، ماء. دونك سي أ إي بي إي سي، لأن المادة العضوية كتنقسم لثلاثة ديال الأشكال، لي غليسيد، لي ليبيد إي لي بروتيين. هي تمتص النباتات لي يخطر ليها سي أو دو من الوسط الخارجي، أولا لي بلانت كلوروفيليان أبسورب لو سي أو دو دو ميليو إكستيريور بوجود الضوء، بعدم وجود الضوء، بوجود ضوء الشمس، بوجود وبعدم وجوده. دونك لي بلونت سي او كتمتص سي او 2، يعني الا امتصت سي او 2 يعني راه كنهضروا على لا فوتوسينتيز. الا فوتوسينتيز فاش كترا في زعما بوجود الضوء. دونك اون بريزونس دو لا لوميير سي فري، اون ابسونس دو لا لوميير سي فو، اون بريزونس دو لا لوميير سولير سي فري، اون بريزونس اي اون ابسونس دو لوميير سي فو. سي بون. دونك هنايا غادي نقولوا لا كيسيون تسعود، يتطلب نمو ونشاط خلايا الكائنات الحيه، توفر الطاقه الكامنه بالمواد العضويه سي فري، توفر الطاقه الكامنه بالمواد المعدنيه نون، المواد المعدنيه ما فيهاش طاقه، توفر الطاقه الكامنه بالمواد بالماده السكريه دون لي غلوسيد سي فري، لا ديسبونيبيليتي دو انرجي بوتونسييل دون لا ماتيير بروتيك او لا البروتينيه. دونك سي فري حتى هي. 110 لتحرير الطاقه تحتاج الخلايا الى الماده العضويه سي فري، الماده الطاقيه نون، الماء نو، الاكسجين حتى هو. دونك الماده العضويه او دي. دونك ا اي دي. alors pour la question 11 تحرر الطاقه انطلاقا من المستقلب الطاقي. المستقلب الطاقي تقريبا هو الجليكوز ولا اي موليكول كنجبدوا منها الطاقه. دونك كنديروا ليها ولا كيطراو ليها دي ميتابوليزم كاتابوليزم جينيرالمون اي كتعطينا الطاقه على فان. دونك الجليكوز سي فري، السكروز دونك السكروز من بعد ما من بعد ما كيطرى ليه حتى هو الكاتابوليزم، يعني كيتقسم لاجزاء اصغر من هاد الموليكول اللي كتكون عندنا في الاول. دونك كيعطينا حتى هو الطاقه. دونك يعطيني الجليكوز اللي تاع الجليكوز غنجبدوا منه الطاقه. دونك سي لا ميم شوز الفريكتوز حتى هو. دونك اصلا حنا كنعتمدوا على لي غليسيد قبيله كنقولوا لا ماتيير اورغانيك ولا اللي كنجبدوا منها الطاقه سي لي غليسيد. دونك لي غليسيد راه فريكتوز سكروز فريكتوز، اصلا داك اوز كتعني سكر. دونك راه كاملين انواع ديال السكريات اللي قادرين اننا نجبدوا منها الطاقه. واش تنتج الخليه خلال عمليه التنفس؟ شنو كدير هاد شنو كتنتج الخليه خلال عمليه التنفس؟ الماء دونك سي فري، ثنائي اكسيد الكربون دونك سي فري، الاكسجين سي فو كتستعملو، حادي اكسيد الكربون سي فو. دونك ا اي بي. على كيسيون 13 التخمر هو سلسله تفاعلات تتم داخل الاوساط التي تتوفر على المستقلب الطاقي بوفره. دونك اصلا باش نديرو كوسوس ولا فيرمونطاسيون اولا لا ريسبيراسيون ديما حنا محتاجين ان تكون عندنا واحد الموليكول لي دو باز غنخرجوا منها الطاقه. دونك خاص تكون عندنا واحد الموليكول كو سوا كيف كنقولوا قبيلات جينيرالمون غليسيديك لي غنجبدوا منها حنا الطاقه كو سوا عن طريق التخمر اولا لا ريسبيراسيون التنفس. دونك المستقلب الطاقي بوفره سي فري، قليل من الاكسجين دونك سي فري، قليل من المستقلب الطاقي سي فو، الاكسجين بوفره سي فو. دونك ما كتحتاجش كاع التخمر الاكسجين. 14 تتم عمليه انحلال الجليكوز خلال، يعني لو بروسيسوس دو غليكوليز ا ليو بوندون لو بروسيسوس دو ريسبيراسيون اي دو فيرمونطاسيون سي فري لي دو، لو بروسيسوس دو ريسبيراسيون او دو فيرمونطاسيون سي فو، لو بروسيسوس دو فيرمونطاسيون او لو بروسيسوس دو ريسبيراسيون. الوغ لا مثلا حاولوا ملي يكونوا بحال هاد الاسئله انكم تختاروا الجواب الشامل والكامل واللي جامع كلشي، ما تبقاش دير انت ليه في داك التكرار. دونك التكرار ما كاينش علاش، انت درتي ليه ديجا لو بروسيسوس دو ريسبيراسيون و دو فيرمونطاسيون سي بون. دونك لي دو اما لا عاود ثاني درتي ليه لو بروسيسوس دو فيرمونطاسيون عاود درتي ريسبيراسيون راه ما يتعتبرش غلط، ولكن
حاول انك دير جواب شامل، راه انت زعما بعقلك وعارف زعما كي اختاريتي هذيك ارا فيها سي اي دي. دونك انا جست كنقول لكم ما كاينين دي جون لي راسهم قاصح يمشيو يديروا ا اي سي اي دي وماشي خطا، ولكن انا فاش كنت كندوز دوز جوج المرات لي كونكور اي جوج المرات كنجح فيهم وما كرهتش تكون عاود المره الثالثه باش صافي نحفظ هاد لا استراتيجي ديال لي كونكور. دونك صافي كتولي حافظ لو كونكور وديما كنعتمد على هاد الطريقه. مثلا الا كان شي سؤال هكا ا و ب و سي وهذا غنختار الجواب الشامل وصافي. نحتاجو الخليه لانحلال الجليكوز الى جزيئتين ا تي بي. دونك حنا عارفين كو هي في لا جليكوليز كتنتج ليا 4 ديال لي ا تي بي، ولكن لوغسكون بارل ديال الحصيله الطاقيه اون بارل دو 2 ا تي بي. علاش؟ لاننا حيدنا ديجا داك 2 ا تي بي الاخرين اللي ديجا خداتهم لينا الخليه باش انها دير هاد الجليكوليز. دونك هي كتحتاج جزيئتين ا تي بي. بالنسبه لكيس الو بالنسبه لكيسيون ستار، يطلق على الجبيله الشفافه سيتوبلازم خليه موزه العضيات موجوده فيه او السيتوبلازم كلاسيبول سان اورغانيت. سا سي لا ديفينيسيون دو سيتوزول. كيسيون 17، تاخذ نواتج انحلال الجليكوز بعد سلسله من التفاعلات مسارين. دونك لي برودوي دو لا جليكوليز ابري اون سيري دو رياكسيون امبرون دو فوا. OK. La démolition qui se produit au niveau des cytosoles ou la stimulation le hadm على مستوى الجبيلة الشفافة c'est vrai là c'est dans la fermentation et la démolition qui se poursuit au niveau du noyau c'est faux, au niveau des cytoplasmes c'est faux, la démolition qui se poursuit au niveau mitochondrial c'est vrai dans la respiration cellulaire donc c'est vrai. Le résultat de la glycolyse dans un environnement aérobie est une seule molécule d'acide pyruvique, deux molécules d'acide pyruvique. Alors, on a fait aslan les résultats de la glycolyse, c'est deux acides pyruviques, que ce soit dans un milieu aérobie ou anaérobie. Aslan la glycolyse, elle ne nécessite pas l'intervention de l'oxygène ou non. Donc, c'est deux molécules d'acides pyruviques. Alors, on a la question de cette as. Si tu as de quoi je vais être pyruvique, il est awel tafa'ul dakhila. Donc, chaque molécule d'acide pyruvique subit sa première réaction à l'intérieur. Donc هنا ما حدوش لينا، دونك قالوا لينا كو لاسيد بيرفيك وصافي لا بروميير رياكسيون ديالو. دونك حنا عارفين كو لاسيد بيرفيك دون ان ميليو ايروبي راه غادي يمشي للميتوكوندري، سينو اذا كان ان ايروبي il va rester dans l'hyaloplasme pour continuer donc les réactions. Donc la première réaction ديالو غادي تكون au niveau des cytosoles باقي السيتوزول، et la deuxième réaction ومن بعد لا مشى للميتوكوندري dans un milieu aérobie غادي تكون dans la mitochondrie. Donc les bonnes réponses c'est A et B. كيسيون 20، تتعرض كل جزيئات حمض البيروفيك لأول تفاعل الذي يؤدي إلى تشكيل. دونك لا سي توجور مكاينش تحديد، دونك غادي نهضرو على لي دو. أسيتيل كونزيم أ سي فغي سا سي دون لا ريسبيراسيون. سي أو دو سي أوسي فغي دون لا ريسبيراسيون، سي توجور دون لا ريسبيراسيون سي فغي. NADH H بلس سا سي لا فاز ديال ce qu'on appelle la formation d'acétylcoenzyme 1. Donc هادي كامله كتعطيني هادشي. Donc c'est après fache qui trouve l'acide pyruvique dans هذيك la phase ديال l'acétylcoenzyme 1 ou la formation d'acétylcoenzyme 1 كنتحصلوا على NADH plus وكنتحصلوا على CO2 et كنتحصلوا aussi على l'acétylcoenzyme 1. OK, ça c'est clair pour la respiration. Là si on a parlé de fermentation, لكن كنهضروا على la fermentation ولا التخمر ف راه كنهضروا la première réaction c'est toujours dans le cytoplasme et que ça soit pour la كيف كنقولوا que ce soit dans la fermentation alcoolique ou lactique c'est la même chose, c'est toujours هاد لي كومبوزي ريدوي لي NADH+ كيتعرضوا ليا لواحد ريدوكسيون واحد لوكسيداسيون دونك كيفقدوا ليا لي بروتون H+ ديالهم. دونك سي حتى NAD+ حتى هي كاينه حتى dans la fermentation فهادوك لي زيتاب هاد لي NAD+ كيتشكلوا لينا. سي بون دونك انا نعتبروا ا اي بي اي سي اي دي بليس كوم ما حدوش لينا اصلا. واحد المعلومه سي كو دون لي كيسيون ديال اسبيت ما عمرهم كانوا مرتبطين. دونك مثلا غتقول كو راه لا كيسيون 19 مرتبطه بلا كيسيون 20 مرتبطه بلا كيسيون 21، هو سي دي كيو سي ام ماشي تمرين ماشي تمرين ماشي تمرين. دونك انت كتجاوب على حساب كل كيو سي ام، سي ما تبقاش تربط لي هذا السؤال مع هذا السؤال. بالنسبه لا كيسيون 21 يضم شق الاسيتيل، يعني الاسيتيل شنو فيه؟ اتوم دو كربون دو. alors بالنسبه للاسيتيل فيه فلور كيكون عندنا الاسيد بيريفيك سي اش كنسميوه سي اش 3 سي او سي او او اش. دونك من بعد كيولي عندنا غير سي اش 3 سي او او كوانزيم 1. دونك عندنا دوز اتوم ديال الكربون اي 3 اتوم ديال الهيدروجين اي اون ديال الاكسجين. نشوفوا شنو عطيني هنا. دونك دوز اتوم ديما نتوما بحال دابا ملي تقرا لا كاستيون حاول انك
تسترجع المعلومات اللي عندك في دماغك، تحضر بعد المعلومات اللي عندك في دماغك دون الوساخ ولا شي حاجه، حاول تقول شنو بلاتي هاد لاسيتيل تي تكون ليا من هنا وهنا، عاد تشوف بروبوزيسيون تشوف شكون اللي صحيحه. دونك دو اتوم دو كربون سي فري، دو اتوم ديدروجين سي فو لانهم عندنا ثلاثه، ان اتوم دو كربون سي فو، ان اتوم ديدروجين سي فو، مازال كون قالوا لنا ان اتوم دوكسيجين سي فري. دونك لا بون ريبونس هنا هي ا. بالنسبه ل 22 لو فينومين دو سيكل دو كريبس اي Alors, cycle de Krebs, on sait déjà, c'est un phénomène cyclique et qui ne s'arrête pas. Yani, menin katkoun dawra diyal cycle de Krebs, ra katbdaw katkamel bach katatani nawatij diyala, et ça continue comme ça. Donc, c'est cyclique et ne s'arrête pas. Question 23, يعتبر الأكسجين في السلسلة التنفسية المستقبل النهائي للإلكترونات المتنقلة. On sait déjà ça, وديما أصلا الأكسجين كنسميو لو ريسبتور فينال. 24, يتفاعل الأكسجين المختزل مع البروتونات المتوفرة. أو الأكسجين réduit, réagit avec les protons disponibles. Est disponible dans la matrice pour former une molécule d'eau, c'est vrai, dans la mitochondrielle qui nage, dans le cytosol, dans la matrice pour former une molécule d'énergie, c'est faux. Donc, on sait que l'oxygène qui est fait, parce qu'il y a des choses, donc c'est A. Question 25, il y a toujours un tchamour labani, alhamdulabani, on sait déjà ça, mais chez CO2, ou innama l'éthanol, ou l'alcool, ou l'équipe de CO2. فوالا هي لا كيسيون. دونك 26 ينتج عن التخمر الكحولي، الحمض الكحولي ما كايناش، الماء نو، الكحول سي فري اي سي او 2 سي فري. دونك الكحول اللي هو ليتانول اي سي او 2 سي فري. ينتج عن التخمر، التخمر سي 2 ا تي بي. ينتج عن التنفس 2 4 15 38 دونك 38 ا تي بي دونك سي دي. بالنسبه لا كيسيون تو دو شين لور دو لا كونتراكسيون مسكولير، دونك الا شفتو هاد لو كونكور راه سي تري 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 فاسيل، ساهل او ميم طون تقريبا فاش خدمنا لي كونكور الاخرين كو فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون خداوهم لي كيسيون خداوهم جست من هاد لو كونكور عاود حطوهم. 29 عند تقلص العضله يتم ضياع الطاقه على شكل حراره. دونك اون سي تري بيان سا، لان فاش كتنتج ليا ديك سكنابيل، فاش كتنتج ليا الطاقه على من خلال التنفس الخلوي، راه قلنا اصلا كتكون واحد البيغ دينيرجي سو فورم ديال شالور سي بون. دونك تكون ضايع لي الطاقه على شكل حراره، ربح لي الطاقه، وحتى في لا فيرمونطاسيون. دونك ربح لي الطاقه على شكل حراره سي فو، انتاج وضايع سي فو، انتاج لي الطاقه على شكل حراره سي فو. دونك لا بون ريبونس سي ا. سون 30 كلما زادت شده نشاط العضلي كان استهلاك الجلوكوز كبيرا. دونك سي فري، يتم انخفاض كبير في كميات المدخرات العضليه سي فو. كان استهلاك الجلوكوز قليلا سي فو. يتم انخفاض كبير في كميات المدخرات الطاقيه سي فري. المدخرات الطاقيه اللي هما هاد الجلوكوجين باغ اكزومبل، حيت المدخرات الطاقيه راه فيه راه كاينين بزاف، مثلا الجلوكوجين اللي كتكون مخزنه الخليه فاش كتحولوا عاوتاني غليكوز، دونك يكون ديمينيسيون في الغليكوجين وفي الغليكوز اللي كاين في الخليه، دونك يكون واحد الانخفاض في كميه المدخرات. تلعب جزيئات الام جي بلس او المغنيسيوم دورا مهما في تقلص العضلي سي فري، انزلاق خيطات الاكتين على خيطات الميوزين. دونك هنا كيدخل ليا سكون ابيل كالسيوم، دونك سي لو غليسمون دي فيلامون داكتين سور لي فيلامون دو ميوزين. المهم هنا كيدخل الكالسيوم، ولكن اصلا هاد الكلمه انا ما فهمتهاش، لان اون دي با سا لو غليسمون دي فيلامون داكتين سور لي فيلامون دو ميوزين، زعما كيف سور نورمالمون لي فيلامون داكتين كي تغليس ساو سي فري، مي فيغ لو سونتر دو ساركومير، دونك كيمشيو لو سونتر ماشي سور، زعما ماشي سور لي ميوزين. المهم جاب الله هاد هادي اصلا ما كيسولوناش على هادشي. دونك النشاط العضلي سي فو، حل مئات الجليكوجين سي فو. دونك لا بون ريبونس سي تقلص العضلي. دونك بالنسبه ل 32 بالنسبه للناس اللي غيتسولوني مثلا المغنيسيوم، المغنيسيوم عنده دور كبير في التقلص العضلي لانه عنده بزاف الادوار. اولا المغنيسيوم عنده بزاف الادوار اللي من بينها تقلص العضلي، و اوسي في هذيك لا ترانسفورماسيون دو لانفلي نيرفو اللي كتجي هذيك السياله العصبيه الحركيه من لو سيرفو كتجي فيغ العضله. دونك حتى هنا كيلعب هو واحد الدور، دونك سي دون لا كونتراكسيون مسكولير. لاكتيفيتي مسكولير ماشي لاكتيفيتي مسكولير كامله، لان لاكتيفيتي مسكولير فيها بوكو دو شوز. دونك بالنسبه للمغنيسيوم ماشي في لاكتيفيتي كامله، سي جوست دون لا كونتراكسيون مسكولير. بالنسبه ل 32 خلال النشاط العضلي تبقى كميه الجليكوز دائما اقل بكثير من حاجيات العضله سي فو، ما خصهاش تكون اصلا قليله، دائما اكثر بكثير من حاجيات العضله، دائما اكثر من حاجيات العضله، اي دائما اكثر بقليل من حاجيات العضله. دونك هنا كيسكون فا شوازيغ، اون فا شوازيغ سي سي، دائما اكثر من حاجيات العضله. مي دائما اكثر بكثير من حاجيات العضله نو سي فو. علاش؟ لان الجسم اصلا بكثير ما كايناش الجسم على لا قريتو لا غليسيمي او لا تحلون الدم او لا ريغولاسيون دو لا غليسيمي، اون توجور ان ريغولاسيون. دونك الجلوكوز ما خصوش يكون
طالع بزاف اصلا الى طلع الجسم كيتدخل باش انه كيريغولي وكيخليه في واحد لانترفال بيان ديتيرميني دونك هنا كيس كون فادير خاص تكون الجليكوز اكثر من حاجه العضله سي فري باش ما يكونش واحد لا فاتيك والعضله منين تحتاج الجليكوز تستخدمه مي اكثر بكثير نو باسكو داك الجليكوز اللي كاين بكثره راه ما خاصوش يكون سي بون دونك بالنسبه لا كيسيون 33 خلال النشاط العضلي تتجدد الطاقه عن طريق الدي بي وي ولا ديال الميوكيناز كنسميوها الدي بي بلس ادي بي كيعطيني اي ام بي بلوس AMP اي بالنسبه للبي الفوسفوكرياتين سي فري بالنسبه للتخمر اللباني سي فري اي بالنسبه للتخمر الكحولي راه ما كيدارش ما عرفتش شكون كان قال لي التخمر الكحولي دونك راه ما كنديروش حنا التخمر الكحولي كيديروا لي باكتيري لي لوفور اكسيتيرا دونك حنا تنديروا الا درنا لا فيرمونطاسيون كنديروا التخمر اللباني لا فيرمونطاسيون لاكتيك التنفس الخلوي سي فري دونك كاملين صحاح. الوغ بالنسبه لا كيسيون 34 يتم تحرير الحراره الاوليه خلال alors je vous laisse un schéma منين قاد لا فيديو كيف كنقول لكم دونك يتم تحرير الحراره الاوليه خلال مرحله التقلص الالتهابات العضليه دونك يكون هنا كيهضروا على الحراره الاوليه دونك الحراره الاوليه كتفرز خلال مرحله التقلص وكتفرز اوسيف خلال مرحله الارتخاء ديال العضله دونك نشوفوا شنو عطينا التقلص سي فري فتره ارتخاء الرعشه العضليه ولا لا سوكوس ميسكولير ولا فريسون ميسكولير سي فري دونك مرحله تمدد الاستجابه نو سي فو فتره النشاط العضلي سي فو لان فتره النشاط العضلي كيف كنقول لكم النشاط العضلي راه زعما فيه بوكو دي زيتاب بوكو دي فاز حنا قلنا هاد الحراره الاوليه كتفرز في التقلص وفي الارتخاء دونك دي سي فو دونك لا مون ريبونس سي ا اي بي. بالنسبه ل 35 الهندسه الوراثيه هي دراسه الخبر الوراثي دراسه المورثات دونك سي فري ا اي بي دراسه التغيير الخبر الوراثي سي فري باسكو اون سانتيريس اوسي او ميتاسيون يعني الطفرات اللي كيطراو التغيرات اللي كيطراو في داك الخبر الوراثي دراسه الطفرات الوراثيه سي فري سي سكون ناتي دونك تغيير الخبر الوراثي اي دراسه الطفرات الوراثيه اللي كينجموا على تغيير هاد تغيير الخبر الوراثي دونك ا اي بي اي سي اي دي. الوغ بالنسبه لا كيسيون 36 ينتج عن تغيير المورثه شنو كيطرا ابري لو شانجمون دو جين دونك تغيير صفه لو شانجمون دو كاركتير دونك سي فري لو شانجمون دو لا بروتين وي سي فري باسكو حنا شنو شفنا قلنا اصلا ديك لا ريلاسيون جين بروتين كاركتير دونك الا تغير ليا لو جين غيتغير ليا البروتين سي سو كي فا انتريني لو شانجمون دي كاركتير دونك تو سامبلومون هنا كيهضروا لكم على هذيك الريلاسيون دونك لو شانجمون ديال لو جين يفا انتريني ان شانجمون دو لا بروتين لو شانجمون دو لا بروتين يفا كوزي لو شانجمون دو كاركتير اي اون بارل با دو لا ناتور دو كاركتير اي لا ناتور دو بروتين دونك سي ا اي بي سي بون. الوغ بالنسبه لا كيسيون 37 البلازميد هو جزء حرقي من الماده الوراثيه يوجد عند او لا البلازميد اي اون فراكسيون دانو دو لا ماتيير اورغانيك تروفي شي les bactéries c'est vrai on le trouve chez les bactéries les virus non les virus عندهم que ce soit l'ADN ديالهم عادي ou l'ARN كنسميهم les rétrovirus donc les levures ولا الخمائر donc دابا les parasites c'est faux les bactéries et les levures كنلقاو عندهم البلازميد c'est vrai ولكن les levures كاينين انواع ديال الخمائر ماشي كاملين donc الخمائر ماشي كاملين عندهم les plasmides mais بعض الانواع ديال الخمائر عندهم اسبيت صراحه لي كيسيون ديالها راه دونك غير حاولوا تركزوا في لا كيسيون اي اون طوم ما تبقاوش تبدعوا دونك داكشي اللي غنحاولوا نديروا حنا اليوم بلازميد هو وجود حلقي من الماده الوراثيه يوجد عند دونك هما قالك يوجد عند يعني راه ديما كاين دونك شي لي باكتيري كيف قلنا لي لوفور تما كنلقاو عندهم لي بعض الانواع ديال لي لوفور كنلقاو عندهم لو بلازميد مي بحكم انه هما حنا نعتبروا اون جينيرال نقولوا راه تروفي شي لي باكتيري صافي ما نزيدوش مي نورمالمون جوست لكن شي بعد مرات خاصك تزيد حيت بعد مرات كيحطوا شي اسئله ما كيكونوش في البروغرام ديال الباك كيكونوا عن طريق الثقافه العامه ديالك داكشي اللي قريتي كاينين ميم دي جون قراو في لافاك لا بيولوجي ولا قراو مثلا في لوينيس دونك كيكونوا بعض المعلومات اللي قراوهم كيفيدوهم في هادشي حيت هما كيحطوا سولون لو بروغرام دي اس في تي دونك لو بروغرام دي اس في تي يقدر يكون داكشي ديال السيزيام ديال الكاتريام ديال الباك ديال ابخي الباك بعد المرات والله حتى كيحطوا حتى ابخي الباك بحال فاش كيسولوكم على les réticulums endoplasmiques, l'appareil de Golgi ou de Tchi. Donc, normalement, c'est après le bac, fin que tu as un acteur, le moukawinat l'khali ou kadras, c'est la koula, moukawin bouhdou l'adouar d'yel. Alors, بالنسبه للسعود 30, il y a toujours un intérieur. Non, c'est une minute 30. D'ailleurs, bret m'a kassa fait hist. Donc, il y a un tabarou l'plasmide mas'oul an an, t'akatour l'khalaoui, c'est faux, t'akatour l'achoua et l'khalaoui.
سي فري، لانه مثلا غير فاش كيدخل ليا هذاك البارتي ديال البلاسميد دون، الا شفتوا هذيك لا التيومور ديال المسبب فيها سي لاغروباكتيريوم تيوميفاسيون، دونك كيكون كتدخل ليها واحد الفراغمون ولا واحد لوجين اللي كيكون مسؤول على اون فونكسيون اونكوجين، يعني سرطانيه، واحد التكون ديال سرطان. وشنو هو السرطان اصلا؟ هو واحد التكاثر عشوائي ديال لي سيلول. نورمالمون لي سيلول في الجسم ديالنا اولا شي لي بلونط اولا عند كائن حي كيتكاثروا سي فري، ولكن كيكونوا كيتكاثروا بواحد الطريقه اللي منظمه. سينو فاش هاد البلاسميد كيخلي هادوك لي سيلول يتكاثروا بواحد الطريقه اللي عشوائيه، وكيبقاو يتكاثروا بالزربه. دونك ما عندهم اللي يحبسهم، ما عندهم اللي يتحكم فيهم. دونك التكاثر العشوائي الخلوي سي فري، وهذا التكاثر il va causer تكوين الورم اولا لا فورماسيون دو تومور سي فري، اي لانفيكسيون دي سيلول فيجيتال. دونك نقدروا نعتبروا لانفيكسيون دو لا سيلول فيجيتال التكاثر العشوائي الخلوي سي فري، تكوين الورم سي فري، اصابه الخليه النباتيه. دابا المشكله سي كو هما قالوا لينا هنا لانفيكسيون دي سيلول فيجيتال، مي سي با توجور لي سيلول فيجيتال، فهمتوا؟ دونك اون سي با، ما نقدروش نقولوا كو غير لي سيلول فيجيتال. دونك اون فا نورمالمون حيت هما قالوا لك البلاسميد هكا اون جينيرال، دونك غنديروا بي اي سي، اون فا با شوازير اصابه الخليه النباتيه، لان ماشي غير الخليه النباتيه اللي كتصاب. الوغ بالنسبه لا كيسيون 39، ينتج عن تغيير الذخيره الوراثيه للخليه تغيير طبيعه صفه معينه، ولا لو شونجمون دو ماتيريال جينيتيك دون ان شونجمون دو لا ناتور دان كاركتير سبيسيفيك، ان شون اون موديفيكاسيون دو لا ناتور دان كاركتير سبيسيفيك، اون امليوراسيون دو لا ناتور دان كاركتير سبيسيفيك، اي اون اباريسيون دان كاركتير سبيسيفيك. الوغ بالنسبه لهنا ديما اصلا قبيله الا لاحظتوا ما اختاريناش لا ناتور، هنا aussi on va pas choisir la nature، لان لا ناتور راه ما كنقيسوش لا ناتور، اون توش لو كاركتير، مي لا ناتور راه كتبقى لا ناتور. باغ اكزومبل شناهي لا ناتور الناس اللي باغين يفهموا، دابا مثلا عندي واحد المورثه، واحد المورثه خاصه بلون العينين مثلا كترمز ليا لا سانتيز ديال الميلاتونين ولا الميلالين باردون. الميلاتونين سي بوغ هو هرمون مسؤول عن النوم، تنظيم النوم، مي الميلالين هو هرمون مسؤول على لون الجلد، الجلد وكاع الصبغات اللي كاينين في الجسم، العينين اكسيتير. دونك مي هنا فاش نهضروا على لون العينين، سي اون موديفيكاسيون دو لا ناتور دان كاركتير سبيسيفيك. لا ناتور مثلا الا تبدل ليا هاد لو جيل المسؤول على هاد اللون ديال العينين ولا هاد المورثه هادي، الا طرات فيها شي طفره، دونك غطرا فيها طفره، تقدر مثلا هاد الطفره تسبب ليا واحد التغير في هذاك اللون ديال هذاك، مثلا كان نورمالمون عندي لو مارون غيولي عندي مثلا اللون الزرق، واحد السيد طرات له واحد الطفره من الجنه والناس عطاتو اللون الازرق في عينيه. دونك هاد السيد هذا واش لا ناتور دو كاركتير، يعني واش لا ناتور يعني هذاك الكاركتير مثلا كان مسؤول على العينين، فجاه ولا مسؤول على مثلا شي كاركتير اخر، مثلا القامه مسؤول على طول ولا قصر القامه، ما يمكنش هذاك لو كاركتير غيبقى ولا هذيك المورثه غتبقى مسؤوله على هذاك لو كاركتير المعين. دونك لا ناتور دو كاركتير غتبقى، ولكن كتكون كيكون ان شونجمون فيها، سي بون. دونك هنا بحكم عطينا كاملين فيهم لا ناتور لا ناتور لا ناتور، اون فا با شوازير. انا بالنسبه ليا كو ما غاديش نختار ا، ما غنختارش بي، وما غنختارش سي، مي اون ابريسيون دان كاركتير سبيسيفيك وي نقدر نختارها. علاش؟ لان افيك الهندسه الوراثيه راه شفنا كو فاش كيبدلو في لو ماتيريال جينيتيك يقدروا كاع يزيدوا ميم اون اباريسيون دان نوفو كاركتير، بحال مثلا عند لي بلونط، لي بلونط بعض المرات كيبدلو ليها في الماتيريال جينيتيك ديالها وكيزيدوا ليها اون اوتر جين اللي كتكون مسؤوله على واحد لو كاركتير جديد ما كانش عند هذيك النبته، مثلا لا ريزيستانس اللي مثلا كيعطيوها اون ريزيستانس لكلكو مثلا حشرات كيصيبوا هذوك لي بلونط باغ اكزومبل، غير البكتيريا اشري شاكولي. دونك راه قلنا كيشدوا الماتيريال جينيتيك ديالها وكيعدلوا فيه وكيبدلوا فيه، سي سكون ابيل الهندسه الوراثيه، وكيدخلوا فيه لو جين المسؤول على الانسولين او لا سانتيز ديال هرمون الانسولين، سي با. وهاد البكتيريا كتولي قادره انها تنتج الانسولين. واش البكتيريا قبل كانت كتنتج الانسولين؟ نو، مي ولا عندها لابريسيون دان كاركتير سبيسيفيك، يعني ظهور صفه معينه جديده. دونك سي فري، مي اون امليوراسيون وديك موديفيكاسيون ان شونجمون دو لا ناتور سي فو، كون كان غير الكاركتير اوكي. الوغ بالنسبه لا كيسيون 40 فين هي،
دونك بالنسبه لك 40 تعتم اخر سؤال دونك تعتمد تقنيات الهندسه الوراثيه تحديد المورثه سيفري كنحدوا هذيك المورثه اللي باغيناها حنا فصل المورثه اولا عاد المورثه سي لا ميم شوز دونك اون فالي شوازير لي دو اي دمج المورثه سيفري دونك راه كاينين نورمالمون بزاف ديال لي زيتاب وما عطاونا هنا بعض ديال لي زيتاب وكاملين راهم صحاح ا اي بي اي سي et des bien sûr. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des concours belcom britons, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et bon courage les com et bon courage inchallah.